السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي نوريكم فين يمكن لكم تلقاو الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات البكالوريا. إذن عنوان الفيديو هو أين أجد الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020؟ مسار، ماذا عن مسار؟ هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معنا. إذا الوزارة خرجت بلاغ في هذا الشأن، بلاغ إخباري يوم الجمعة 29 ماي 2020، يعني اليوم. إذا هذا البلاغ كتقول فيه مجموعة من الأمور هنايا. تعلن وزارة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنه تم نشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2020. دورة 2020. إذن هنا كتقول الوزارة بأنه جميع المراجع وجميع الأطر المرجعية راه خرجات الوزارة، خرجات في الموقع الرسمي ديال الوزارة، وكذلك في البريد الإلكتروني ديال التلاميذ. إذن من خلال هذا البلاغ هناك طريقتين للحصول على الأطر المرجعية الخاصة بالامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2020. إذن كاين جوج طرق. الطريقة الأولى هي البوابة الإلكترونية للوزارة، إذن البوابة الإلكترونية للوزارة www.man.gov.ma، دونك هذه هي البوابة الإلكترونية للوزارة، دخلوا ليلا غادي تلقاو الأطر المرجعية كامل. الطريقة الثانية هي البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح، غادي يدخل التعليم.ma وذلك بإدخال حساب كود مسار @ تعليم بوان ما. هنا غادي دير داك بي كدا كدا كدا، دونك الكود مسار ديالو @ تعليم بوان ما، ويدخل القرن السري الخاص به. وفي حالة عدم توفر المترشح على القرن السري أو في حالة نسيانه، فيمكنه الولوج إلى الخدمة الإلكترونية نسيت كلمة المرور بفضاء المتمدرس أو الرابط. دونك غادي تدخل لهذا الرابط هدايا، غادي تلقى واحد الخدمة خرجتها الوزارة مسمية نسيت كلمة المرور، يعني الناس اللي نساو كلمة المرور، باش يسترجعوا هاد التلاميذ كلمة المرور خصهم يدخلوا لهذا السيت هذا، حيث يمكن تغيير القرن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى بريده الإلكتروني. فإن فوا تدخل البريد الإلكتروني ديالك ممكن تبدل القرن السري، بهذا كيكون من السهل عليك الحصول على الأطر المرجعية خاصة بالامتحان الوطني للبكالوريا 2020. إذن هادو هما جوج ديال الطرق، إما عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو لا البريد الإلكتروني للمترشح بإدخال كود ديال المسار @ تعليم بوان ما والقن السري عبر موقع تعليم بوان ما. إذن هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.